احنا مجتمع مدني في صفاقس، 8 جمعيات تحديدا، قمنا بمبادرة لمحاولة إحياء ثقافة الدراجة الهوائية في صفاقس، لأنه تعرف راهو سنوات خلت في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كانت قلة وندرة أنه ما تلقاش عائلة صفاقسية فيها على الأقل بسكليت أو اثنين. مع الأسف بالسياسات الخايبة متاع الدولة في تشجيع السيارة الشعبية وفي الولوج، سهولة الولوج إلى القروض حتى لين ولات العائلة مديانة، فاستغنت العائلات الصفاقسية على الدراجة الهوائية، وزيد السياسات الخاطئة متاع تهميش الطرقات. اليوم الطرقات ما عادش صاحب الدراجة الهوائية ما عادش يلقى مكان آمن باش يمشي في الطريق. هيك علاش اليوم ضروري أنه احنا كمجتمع مدني أولا نقوموا بالتظاهرة هذه اليوم العشية، واللي شفتوا أنها تخلتها دورة تكوينية عملتها جمعية تونس للسلامة المرورية لفائدة أصحاب ومستعملي الدراجة الهوائية. لأنه الإشكال الكبير فيش يتمثل في أنه نستعمل في طريق يخضع لقانون من غير ما نكون تكوننا في هيك القانون، معناها مش تولي فوضى، تولي عشوائية، وهذا اللي خلى حوادث الطرقات نسبتها عالية برشا. هيك علاش ضروري أنه نعملوا هالدورات التكوينية هذه للصغيرات، والهدف كما قلت في الأخير هو راهو إحياء الثقافة متاع استعمال الدراجة الهوائية في صفاقس من جهة، وكيف كيف هي وسيلة ضغط للسلطات المحلية أنه يلزمها تراجع نفسها. جيت مع ولدي عمره 12 سنة بسكليته، الحقيقة سمعت بالإيفينمون هذه في راديو واستحسنتها للغاية، أصلاً فرحت بها، مش كانش استحسنتها لأنه إلي طون تواك باش تكون فما صحوة من المتسكنين مدينة صفاقس، وماذا بينا لما حالة تكون جينيراليزي هي. أما خلينا نحكيو على القليلة في الظرف اللي احنا فيه، يعني وخاصة زادة معناتها تاريخنا نقولوا احنا مع الدراجة الهوائية والدراجة النارية في صفاقس، احنا عندنا تاريخ معاها الدراجة الهوائية البسكليت. دونك صفاقس تبسكل جاتني أنا يعني قلبا وقالبا إيفينمون محلاها، ونتمنى وأنها تتعاود بيان سور دو مانيير سيكليك. الحاصل اللي خلاني نشجع ولدي باش يشارك هو يعني إيماني بكون إن شاء الله يا ربي نطمحوا لترسيخ ثقافة الدراجة الهوائية واستعمال الدراجة الهوائية ولو ترونسبور إيكولوجيك، يعني التنقل الإيكولوجي، لأنه هذا باش يمنعنا من التلوث البيئي، من يعني في مجال التنقل، مش يشجع الصغيرات زادة على الحركة ويزينا من الفيسبوك ومن لي جو إلكترونيك وأنسي دو سويت، يعني مش يكون فما أون أكتيفيتي سبورتيف. ونعرفوا احنا الأكتيفيتي سبورتيف قداش هي نافعة وجد مهمة للصغيرات، للصغار وللكبار فينالمون، للحماية من برشا أمراض تلكو لي مالادي كارديو فاسكولير. البنية التحتية في صفاقس الكراهب مش رفعتهم فينالمون، كياساتنا نعاني وإحنا على طول من ليزون بوتياج، وأيضا من ثقافة السائق في صفاقس، يعني الحقيقة متاع تعبة، الحقيقة متاع ربي تعبة ياسر. حاضرة اليوم في تظاهرة متاع صفاقس تبسكل، هو معناتها بمناسبة اليوم العالمي للدراجة الهوائية، ونشاهدوا اليوم معناتها التظاهرة، معناتها تبارك الله، معناها الشباب الكل صغار وكبار معناتها اجتمعوا اليوم لهدف انه معناتها باش يرسخوا هذه الثقافة في مجتمعنا المدني. وانا ننصح معناتها من موقعي هذا انه الشباب اللي كيفي معناتها واللي اصغر مني انهم معناتها يمارسوا هذه الهواية، خاطرها مفيدة سواء جسديا سواء معنويا سواء نفسيا.